يعني لا انا كثير فشلت ترى، مو مره واحده، لكن هذه المره الكبيره كانت بالنسبه لي. لكن الفشل انا قلت لك هو نوع من التحدي، ومدرسه التاجر تعلم عن طريق الفشل. صحيح. واهل الكويت ترى عمرهم، طول عمرهم اهل الكويت اهل تجاره، اهل الكويت طول عمرهم لهم بالتجاره. قبل التجاره كانت اصعب من الحين. طبعا. قبل ناس تروح بحر وتغرق. وبالأشياء. انا جدي سالم وابوه نواخذه بحر، اهل بحر، كانت عندنا حضور مصبية، كانت عندنا حضور بوبيان، جزيرة بوبيان، ترى هذه من التجارة ترسمت حدود الكويت. صح. أهلها التجار يروحون مني، يروحون من، رسموا حدود الدولة أصلا من تجار الكويت. أنا قاعد أتكلم عن كل تجار الكويت، مو عن عائلة معينة أو كذا. ولكن يعني في وايد قصص بالعمل التجاري في الكويت، تشوفين أنت التاريخ التجاري اللي هالدولة الصغيرة أكبر من وايد دول كبيرة. صح. يعني أعطيك مثال بسيط، الكويت شاركت في تمويل سفن لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية. الكويت، القلاليف بالكويت سنة الثلاثينات والأربعينات، عائلة الأستاذ وشيخان الفارسي سيد بهبهاني طلبوا منهم، القنصل البريطاني طلب أن يبنون سفن حق الجيش البريطاني أبان الحرب العالمية الثانية، كان على أساس يأمنون شط العرب، ما شط العرب. بريطانيا طلبت من الكويت تبني سفن، وبالفعل بنوا سفن قلاليف الكويت وخلصوا منها ونجحوا فيها. مبدعين الكويت. اي والله. 1930 هذا الكويت صغيره ولكن ادائها طبعا اكيد كبير. وكرمهم القنصل البريطاني على ايام الشيخ الله يرحمه احمد الجابر رحمه الله.